من فضل الله على هذا المنهج السلفي الصحيح أن كتب الله له البقاء والانتشار بينما تعيش كثير من الشعارات والدعوات العثار والاندثار. ولقد تفيأت بلادنا المباركة بلاد الحرمين الشريفين في تأريخها الإسلامي المشرق عقيدة سلفية ودعوة إصلاحية تجديدية أسفرت عن التمكين المكين لهذا الدين المتين بعد المراغمة مع جحافل الزيغ والباطل التي اندحرت بفضل الله فليلة العرنين. وكان من هذه الدعوات المباركات الطيبات الزاكيات دعوة الإمام المجدد إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وطيب ثراه، قد قام في الدنيا مقام هداية يدعو إلى التوحيد والإيمان وأضاء نوراً لم يزل متألقاً يهدي به لله كل أواني. لقد كانت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعوة تجديدية لمن درس من معالم الملة والدين، تصحيحية لما فسد من معتقدات بعض المسلمين، حاربت البدع والخرافات والآراء الشاذة والضلالات. لم تكن دعوة إلى دين جديد ولا إلى مذهب خامس، بل ترسمت هدي سيد الأنبياء والصحابة الأصفياء والتابعين الأوفياء في العمل بالكتاب والسنة، وهي بريئة كل البراء عن مباءات التكفير ومنهج الخوارج الخطير. ومع ذلك لقيت هذه الدعوة الإصلاحية من المزاعم والافتراءات والتشويه والشائعات الغفير والكثير. ومع أننا في زمن المعلومة الصحيحة وإمكان معرفة الحق والحقيقة، إلا أن وصمها ولمزها وأهلها بالوهابية لا يزال صداه يطرق مسامع أبنائها، فلا يزيدهم إلا ثقةً بالحق واستمساكًا به. وإن بلاد الحرمين الشريفين حرسها الله لتنهج المنهج السلفي الوسطي المعتدل القائم على نور الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح لهذه الأمة، تقبل الحق ممن جاء به دون نظر إلى أصله أو نسبه أو شكله أو رسمه، وتمد يدها للاجتماع والائتلاف والتعاون مع جميع المسلمين في تحقيق الأخوة الإسلامية والاعتصام والوئام ونبذ الفرقة والانقسام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.